نحن بسمال فرق متر لبنان السنة للسنة الثالثة على التوالي عم نكرس سقف اللي هي سقفة الحياة، رغم كل الظروف الصعبة اللي عم بعيشها لبنان، رغم كل المآسي اللي عم بعيشها حاليا، أصريت أن يكون في عنا سمايل فور بيتر لبنان للسنة الثالثة على التوالي لحتى نفرجي أنه لبنان هو بلد الفن والإبداع والجمال، مش بس بلد الحرب، بلد المشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية. مش قليل أبدا يلي عم يعملوا اليوم أنه حدا عم يقدر يزرع البسمة بظل كل هالأوضاع المأساوية يلي عم نعيشها. هيدا شيء كتير حلو، شيء كتير قوي، من هني من شد على إيده من قلو نحن حدك حتى تحقق كل طموحاتك يلي هي عمليا لخدمة الخير العام. هيدا أول سنة بشارك معهم الشباب هيدا الإيفنت اللذيذ سمايل تو سمايل، فإن شاء الله يكون شيء حلو، تكون سهرة حلوة. وانبسطت أني تعرفت على الدكتور أنطوني وعلى الشباب وعلى الأكيب كله. نحن شعب بحاجة للبسمة، ونحن شعب بحاجة لثقافة الحياة. نحن حياتنا كانت كلها عذاب بهذا البلد. اليوم في بعض الأشخاص نشكرهم، منهم أنطوني فخوري، عم يعملوا إيفنتات، عم يكرموا الناس اللي لازم تتكرم على حياتهم مش على موتهم، وهذا ما عم بيحلوا محل الدولة إنه يكرموا المبدعين، وخصوصا الليلة بدهم يكرموا كوميدي ضحك كل العالم. نحن بحاجة بعد كل هالمأساة اللي عم نعيشها، من حاجة للبسمة، من حاجة لنضحك، من حاجة لحتى نعيش اللحظات الحلوة. دكتور أنطوني بعتقد أنه عم بيقدم شغلة كبيرة، عرفت كيف، للبنان وللفنان، لأنه الفن هو بيعطي الفرح والبسمة للناس، وهيدي بدكتور بهاي المبادرة أنه يكرم فنانين وممثلين ومطربين وتحت طبعا سمايل فور بيتر لبنان. يعني نحن بنعرف كثير منيح هذا المهرجان اللي صار محطه سنويه بالاضافه لعده انشطه خلال على مدار السنه للدكتور أنطوني فخوري لسمايل تو سمايل. وطبعا اكتشف دكتور فخوري انه الابتسامه هي لغه عالميه، وبهالطريقه بيقدر يزرع البسمه على وجوهكم. بالنسبه للقصص التكنيك يلي بتصير بسنان وبالابتسامه، وبنفس الوقت بالضحكة يلي بيزرعها بهالمهرجان المهم يلي ينظم سنويا. ضيفتي بالستوديو الإعلامية بيا فاضل، ممثلة سمايل تو سمايل، لتحكي لنا عن الحفل وعن خدمات سمايل تو سمايل وفروعه بكل المناطق اللبنانية. بيا صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني خبرينا شوي، أنا كنت سنة الماضية السنة زروق لظروف ما قدرت تكون موجود، سنة الماضية كنت موجود وشفت قديش هالمهرجان بيلم وجوه كبيرة من الإعلام وكل المجالات، ولكن الستارز هن الكوميديانز يلي لهم علاقة بالابتسامة. السنة شو كان البرنامج وشو صار بهالحفل؟ هلا قبل ما نحكي عن البرنامج بدنا نوضح شوي للعالم يلي بعد ما بتعرف شو الهدف من سمايل فور بيتر لبنان. سمايل فور بيتر لبنان انطلق اذا بدك من رحم المشاكل والمعاناة من 3 سنين يلي كانت عم تواجهنا بالبلد. ان كان ظروف اقتصاديه، اجتماعيه، امنيه، كورونا حتى، والثوره يلي قطعنا فيها. حبينا يكون في مثل بادره محبه وامل وفرح بالبلد. انطلقت فكره سمايل فور بيتر لبنان يلي هي كنايه عن عدة نشاطات منقوم فيها اجتماعية وإنسانية على مدار السنة. وبيتوجوا ضمن حفل بينعمل كل سنة بدات معين يلي هو تحت شعار سمايل فور بيتر لبنان. هلا سمايل فور بيتر لبنان مثل ما حضرتك قلت برنامجه يعني التارجتينج تبعه هو نضحك العالم، هي البسمة، هي الفرح إذا بدك. فالهدف الأساسي الثاني كمان تبع سمايل فور بيتر لبنان باي دكتور أنطوني فخوري هو الأمل. ممنوع نفقد الأمل لا بلبنان ولا ببكرة. مشان هيك أفضل السنة أصريتوا لأنه بظل الظروف اللي عم تصير أنه ينعمل وما ينلغى. مزبوط. يعني نحن بنعرف حتى للأسف الظروف ما عم نتخطيها الأمنية اللي عم نقطع فيها بالبلد، بس رغم هيك بقينا مكافيين، بقينا على موعدنا، أمننا بهالشي وعلى أمل أنه نحقق شيء بهالبلد لبعد فترة. بالنسبة للبرنامج هو كناية عن عدة كوميديانز. هالسنة كان موجود توني أبو جودة، نعيم حلاوي،
بيير شاماسيون كان في عنا تكريم لأبرز إذا بدك أعمد الكوميديا والمسرح شانسونية بيير شاماسيون، وكان من عنا هيك مثل لفتة صغيرة وحلوة من لجنة سمايل فور أبتر لبنان للفنان الكبير النجم معين شريف. صحيح، السنوات اللي مضيت كرمتوا كمان كتير شخصيات كوميدية وشخصية وممثلين. سنت ماضي كان الفنان صلاح تيزاني، مظبوط، واللي قبلها جابي حويك، اللي قبلها جابي حويك، وبعد في كمان مين كمان بعد بس هو لهن أول سنة نعم، هي ثالث سنة بصير. مظبوط مظبوط، الحضور من كل المجالات، من كل القطاعات الفنية والعملية كمان. مظبوط، يعني منجرب نجمع إذا بدك كل العالم يكونوا موجودين، إن كان القطاع السياسي، كان في حضور لافت للوزراء وأبرز الوزراء والنواب، كان في حضور فني، حضور إعلامي. نعم، كان عنا ضيوف من مصر سنة كمان بالمهرجان. مزبوط، أدوارد. أدوارد من مصر كمان كوميديا يعني. مزبوط، يعني بلشتوا تطلعوا كمان للعالم العربي والعالم. وسنة الماضية كان في عنا كمان الفنان عصام كاريكا كان موجود. عصام كاريكا صحيح. إذا بدنا نقول بيا إنه سمايل تو سمايل اللي هو صار اسمه بيسبقه كمان هالقد، وفروع كتير موجودة كل مناطق اللبنانية، إذا بتخبرينا شوي عن فروع سمايل تو سمايل لدكتور أنطوني فخوري. سمايل تو سمايل دنتال كلينيك في عندها ثلاث فروع بلبنان. نعم. فرعنا الأساس هو بالحمرة، في عنا فرع بالكاسليك بالسماية، وفي عنا فرع بجل الديب. نعم. وفرع بدبي. يعني دكتور أنطوني ملحق يكون موجود بالكل بيجرب ما بينعتهم. في عندكم علاقة وطيدة حتى مع كثير من الببليك فيجرز، من المشاهير يلي بيزوروكم وبيبقوا معكم. صح، إذا بدك صاروا مثل أصدقاء للعيادة وأصدقاء لألنا. نعم. يعني بطلوا بس كمجرد بيشنتس، بالعكس بيجوا بلا مواعيد، بيجوا أيام بيشربوا فنجان قهوة عنا، بيطمنوا عنا، بنشوف. نعم. شو عايزين، بالعكس صاروا أصدقاء. قديش مهم يعني طريقة اختيار معاملة الكلاينت، يعني مش كلاينت، إذا بدنا المريض اللي جاي لعندكم أو أي حدا، يعني بعرف إنه بتهتموا كتير بالتعامل والتواصل معه. مزبوط، هيدا يعني التارجتينج الأساسي بسمايل تو سمايل، ولهيك بقيت مسيرة سمايل تو سمايل مسيرة 20 سنة عطول مكللة بالنجاح والتطور. نعم. لأن انك تريح البيشنت بالكلينيك هي اهم شيء، تيكون مرتاح وتيرجع يجي لعندك مره ثانيه. لهيك جربنا بالعياده خصوصا بفرعنا بالحمرة نأمن الراحه الكامله للبيشنت، ان كان من ناحيه وجود كافيتيريا بقلب الكلينيك. نعم. مع امبيانس حلوه خفيفه. صحيح. تنجرب هيك. نعم. نحمسهم شوي انه يجوا ما يعتلوا هم. قدام همي يعني متابعه دائما، في تليفون بيوصل هيدا الديبارتمنت. ايه هيدا الديبارتمنت. نعم. اللي هو كله فيدباكس، نطمن عن البيشنتس، نشوف شو عايزين من بعد كل سيشن، يدقوا له للبيشنت، هيدا كثير مهم. نعم. شو الخدمات اللي بتقدموها والتطورات يعني اللي حول العالم اللي وصلت لسمايل تو سمايل دنتال؟ هلا كل الخدمات متوفره عندنا بالكلينيك. نعم. ان كان تبييض الاسنان بالليزر، ان كان حيلا شي مشاكل ما قلت وجهها تم، ان كان الهوليوود سمايل، الفينيرز. نعم، يعني جراحة، حتى الجراحة مزبوط، وتجميل الاثنين مجموعين. صح. مع وفي مجموعة من الأطباء يعني طبعا تحت دكتور أنطوني فخوري اللي كمان في عنا تقريبا أكثر من 10 حكمة موجودين بالكلينكس عنا بلبنان بين 3 فروع. نعم. كل واحد حسب اختصاصه. نعم. شو يعني حاليا أنتم بتعتبروا أنه وصلتوا لمطرح أنه تقدروا ترضوا الزبون يعني، بس كيف تطلعوا دايما للأفضل لقدام؟ شو بتتابعوا؟ وين بروح دكتور أنطوني فخوري بيضل مسافر رايح جاي؟ بعرف مزبوط كله. نعم. مثلا بيروح على كونفرانس على قصص، بيتابع الأحدث التقنيات اللي عم تنزل بالسوق، جرب قد ما فينا نقدم الرعاية والخدمة البرفكت إذا بدك للبيشنس تبعنا. نعم. بيا أنا بدي أشكرك وبنختم أنا وياك بنكمل الفيديو اللي كنا عم نشوفه بالأول على سمايل فور باتر لبنان. تحب تقولي كلمة أخيرة؟ بدي اقول عطول يعني اذا بدك تحت شعار سمايل فور ابتر لبنان انه عطول نترك. نعم. الامل بلبنان ونامن بحالنا، ما نفكر بشي خاصه برا، بالعكس رغم كل الظروف والتحديات اللي معقول تواجهنا عطول ندنا مكافيين لقدام
ونرفع اسم لبنان كمان بالعالم. يعني كتير منيح الإنسان يكون عم بيقوم برسالته مع مثل دكتور أنطوني فخوري يلي عم بيقدمه للبيشنز اللي عنده. الإنسان بيطلع عنده مرتاح ومبسوط. يعني الواحد صار كمان لازم يكون مرتاح نفسيا وقت يكون موجود بأي عيادة، وخاصة عيادة طب الأسنان. أنا بالنسبة لي مخيفة، صارت هيك شغلة مريحة جدا. اللي بدي أقوله أنه طبعا يعني إلى جانب الإنسان عمله ورسالته بالحياة يكون في عنده رسالة إنسانية، وهذا اللي عم بصير مع دكتور أنطوني فخوري على مدار السنة خلال كل الأنشطة يلي بقوم فيها Smile for a Better Lebanon. Thank you لألك بيا. Thank you لألك. نشوفكم بلقاءات تانية.